يا مكان، علي بابا واللصوص الأربعون، الجزء الثاني من حكايات ألف ليلة وليلة. إنه يوم الثلاثاء، وهذا يعني يوم الحكايات والقصص. لم نكمل حكاية علي بابا بعد يا أمي. أين وصلنا؟ أين؟ آها، هنا. عندما عاد اللصوص إلى الكهف لم يجدوا جثة قاسم، فعرفوا أن هناك شريك له يعرف مكان الكهف وسره. أتعرفين من هو هذا الشريك؟ أوه نعم، إنه علي بابا. تماماً، ذهب زعيم اللصوص إلى المدينة لتقصي الأخبار ومعرفة من هو المتوفى، وبعد فترة قصيرة علم بشأن قاسم وتمكن من الوصول إلى باب علي بابا، ثم رسم بالطبشور الأبيض علامة على الباب ليميزه عن باقي الأبواب، وعاد إلى الكهف ليخبر اللصوص بكل ما علمه. رأت زوجة علي بابا العلامة على الباب وأحست بخطر ما، فأخذت قطعة من الطبشور الأبيض ووضعت علامة على كل الأبواب الأخرى في المدينة. وعندما جاء اللصوص إلى المدينة عازمين على قتل علي بابا، وجدوا أن كل الأبواب عليها علامات متشابهة، فأصابهم ارتباك شديد، أي منزل يدخلون؟ وفي اليوم التالي عاد الزعيم وتمكن ثانية من الوصول إلى باب علي بابا، وحرص على أن يتذكره هذه المرة، ثم عاد إلى الكهف. أعد زعيم اللصوص خطته للتخلص من علي بابا، فأحضر 40 جرة كبيرة وأمر كل لص بالاختباء في واحدة، وقال لهم: عندما أقوم بإشارة معينة تخرجون من مخابئكم وتهجمون على الرجل لنتخلص منه. حمل الزعيم هذه الجرار على ظهور بغال قادها إلى المدينة مدعياً أنه تاجر زيت، ووصل إلى بيت علي بابا وطرق عليه متوسلاً أن يسمح له بالدخول ويمنحه غرفة لينام فيها. رحب به علي بابا ودعاه إلى النزول في ضيافته، ثم نقلوا الجرار إلى فناء الدار بعد أن رصت إلى جانب بعضها. في هذه الأثناء انصرفت زوجة علي بابا لإعداد الطعام، ولكنها انتبهت أن المصابيح في حاجة لأن تملأ بالزيت، ولما لم تجد زيتاً ذهبت إلى الفناء للحصول على بعض الزيت من الجرار، لكنها ما أن اقتربت حتى سمعت صوتاً خشناً ينبعث من داخل إحدى الجرار يقول: هل حان الوقت؟ فأدركت سريعاً النكيدة التي تعرض لها زوجها، فغيرت نبرتها وردت على اللص بصوت أجش: كلا، لم يحن بعد. ثم بدأت تغلق الجرار بإحكام حتى لا يستطيع اللصوص الخروج، وأسرعت تعد عصيراً من بعض الأعشاب التي جعلت اللص ينام. غضب علي بابا من زوجته عندما رأى الضيف قد أحس بالصداع ونام فجأة، وسألها عن فعلتها، فسحبت عباءة زعيم اللصوص وأشارت إلى الخنجر الذي كان يخبئه، وأخبرت علي بابا عن اللصوص 39 المحبوسين في الجرار. وهكذا تخلصا من اللصوص، وشكر علي بابا زوجته وحمد ربه أن وهبه زوجة حكيمة ذكية مثلها، وعاشا في سعادة وهناء يأخذون من الثروة العظيمة التي لا تزال في الكهف السحري. هل أعجبتك الحكاية يا زينة؟ جداً، كانت ستعجبني أكثر
لو كان الكهف حقيقياً. شكراً لك ماما، استمتعت بالحكاية. أنتظر الثلاثاء القادم بفارغ الصبر. تعرفنا في المرة الماضية على معلومات حول كتاب ألف ليلة وليلة، وذكرنا نبذة عن شهرزاد وشهريار وحكايتهما، وكيف استطاعت شهرزاد بذكائها وحكاياتها أن تخلص نفسها من الموت. نذكر لكم اليوم بعض المعلومات الجديدة حول كتاب ألف ليلة وليلة، فتابعوا. أولاً، إن مؤلف كتاب ألف ليلة وليلة لا يزال مجهولاً، إلا أن الكثير من المؤرخين يعتقدون أن هناك أكثر من مؤلف، وذلك لتنوع الأساليب التي سردت بها الحكايات. ثانياً، أول من أشار إلى الكتاب هو المسعودي، أحد أهم علماء العرب، بقوله: إن هذه أخبار موضوعة من خرافات مصنوعة نظمها من تقرب للملوك بروايتها، مثلها مثل الكتب المنقولة إلينا والمترجمة لنا من الفارسية والهندية والرومية. ثالثاً، يعد أنطونيو جالاند أول مترجم غربي لألف ليلة وليلة، حيث حصل على نسخة من العمل مكتوبة بخط اليد من مدينة حلب، ونشرها عام 1704 بعد أن اشتراها عندما كان مساعداً للسفير الفرنسي لدى الدولة العثمانية. رابعاً، يتفق معظم الباحثين على أن أصل حكايات ألف ليلة وليلة قد تم استخلاصها من العمل الفارسي هازار أفسانة، أي ألف خرافة، والتي بدورها اعتمدت جزئياً على الأدب الهندي. وقام الجهشاري صاحب كتاب الوزراء بكتابة أول مسودة لها في العراق، وأضاف لها حكايات أخرى نقلها عن بعض القصاصين. خامساً، كان اسمها في البدء ألف حكاية، ثم تحول ليصبح ألف ليلة، ثم استقرت على ألف ليلة وليلة، ومع مرور الزمن أضيفت إليها حكايات مختلفة ما بين الهندية والرومانية والمصرية. وفي أواخر القرن العاشر تقريباً أضيفت إليها حكاية كانت تروى وسط أندية بغداد الثقافية، وهي رحلة السندباد البحري. إن حكايات ألف ليلة وليلة حكايات شحذت خيال المبدعين من فنانين وأدباء وشعراء، وأذابت الحدود بين الثقافات والأمم والشعوب، فصارت أقرب ما يكون إلى تراث عالمي منقوش في الذاكرة على امتداد العصور.